اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم التسبيح اسلوب حياتي. عنوان الحلقه دي ما هو التسبيح؟ ما هو التسبيح؟ الكلام اللي هنحكي فيه مع بعض في الحلقه دي من كتاب قوه التسبيح لفريق التسبيح. في مزمور 119 عدد 164 بيقول: سبع مرات في النهار سبحتك على أحكام عدلك. سبع مرات، طبعا سبعة عدد الكمال، يعني عايز يقول طول النهار أنا قاعد أسبحك يا رب. في مزمور 146 عدد 2 بيقول: أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. لما نلاقي كلمة حياتي في الكتاب يعني أفكاري، كلامي، تصرفاتي. وأرنم لإلهي ما دمت موجودا، طول ما فيا نفس هفضل أسبح ومجد إلهي. قبل ما نبتدي في إيه هو التسبيح وتعريفات التسبيح وكده، هنتكلم مقدمة سريعة عن التسبيح. التسبيح ده مفتاح النصرة في حياتنا الروحية. عايز يكون فيه نصرة في حياتك، سبح. التسبيح بيدي نصرة في حياتنا الروحية. واحد من القديسين قال: لو شبهنا النهضة بإنسان فهيجلنا على قدمي الصلاة التشفعية والتسبيح. عايز يكون فيه نهضة في كنيستك، في بيتك، في حياتك، صلي وتشفع من أجل من حولك وسبح، تقعد تسبح في ربنا. تعالوا نشوف معاني التسبيح. المعنى الأول للتسبيح، وإحنا هنكون بنحكي هناخده من كذا وجهة نظر علشان يعني نعرفه على بعضه كده. التسبيح هو كلمات أو أغاني تجدو بمجد الله وبصلاحه وبإحساناته، سواء بتسبح بقى كلمات نقولها أو نرنمها. معنى تاني، التسبيح هو إعطاء الله مكانته الحقيقية في حياتي كسيد وكمخلص. بقول له يا رب أنا بتوب، أنا بجيلك، ده تسبيح، بسلمه وبعمله هو السيد في حياتي. التسبيح الحقيقي دي نمرة ثلاثة، مش بس مجرد كلمات أو نغمات بس، لكن كمان أسلوب حياة. ده التسبيح الحقيقي. يعني أسلوب حياة في تفكيري، في كلماتي، في تصرفاتي، في الثلاث مجالات في حياتي. سواء أسبح وأنا بفكر، وأنا بتكلم مع أصحابي، وأنا بصلي صلاتي تتملي تسبيح، وأنا برنم، وأنا بأشارك اللي حواليا من المؤمنين عن الرب، وأنا بشهد عن إلهي، وأنا بتصرف، كل ده يكون مخلوط بالتسبيح. في إشعياء 43:21 بيقول: هذا الشعب جبلته لنفسي يحدث بتسبيحي. لما عملت بولس عملته علشان يحدث بتسبيحي. حط نفسك واسمك مكان كلمة بولس. في إشعياء 43 نفس الأصحاح عدد 7 يقول: لمجدي خلقته وجبلته وصنعته. لما الرب خلق بولس، لما الرب صنع بولس، كان عشان بولس يعيش يمجد الله، يفرح الله بكلامه، بأفكاره، بتصرفاته، بخدمته، في شغله، في كل حاجة، في بيته. التسبيح ليه اتجاهين. اتجاه مباشر، بصبح الرب بطريقة مباشرة بإني أعظمه بيني وبينه طول الوقت، أو بطريقة غير مباشرة إن أنا أمدحه قدام اللي حواليا. فممكن أسبحه بيني وبينه، وممكن أسبحه بإن أنا أشكر فيه قدام اللي حواليا. التعريف الرابع بيقول: التسبيح هو عمل روحي تمارسه تلقائيا كل نفس ذائت حلاوة الله. أول ما أنت بتشوف حلاوة الله
بتسبحه على طول، بتشوف حاجة حلوة بتسبحها على طول، بتشوف منظر جميل، غابة، حاجات حلوة، تلاقي نفسك بتسبح الله على طول. لما بتقعد قدام الرب وتشوف حلاوة شخصيته بتسبحه على طول، حاجة تلقائية. ربنا ينور عينينا ونشوف الله على حقيقته فنسبحه صح. القديس أغسطينوس بيقول التسبيح غذاء لنمو الروح. التسبيح السادس بيقول التسبيح هو أسمى درجات الصلاة لأنه خالي من الطلبات. ما بطلبش، أنا بس بسبح الله، رقي، نضوج. هقولكم إزاي. التسبيح عامل زي لو أنت أب أو أم وداخل البيت من برة وفي أختين ولادك، ييجوا جري عليك أول ما يشوفوك، وواحدة تقول جبتلي إيه جبتلي إيه، فرحان بيها وأديتها شوكولاتة أخدتها وجريت تاكلها. التانية جريت عليا أول ما لقيتني وماسكة فيا، أول ما لقيتني أقعد جت تقعد على رجلي وتحط رأسها على كتفي وتسكت، برضو أديتها حاجة حلوة نفس الشوكولاتة، بس مين أقرب لقلبي؟ ربنا يدينا أننا نكون النوع التاني دايما في علاقتنا مع الله، بنسبحه مش علشان ناخد، بنسبحه لأننا بنحبه فعلا. أحمد الرب حسب بره.
التعريف السابع التسبيح أو بمعنى آخر التمجيد أو الحمد. طبعا حمد تساوي مدح، التعظيم، كل ده. التسبيح ده فكرة فهمها مش صعب لأنه جزء من حياتنا اليومية. بمعنى لما أطفالنا بيعملوا لنا حاجة حلوة ترضينا بنقعد نمدح فيهم، لما زمايلنا في الشغل بيخلصوا شغل بإتقان بنمدح زمايلنا على الشغل اللي خلصوه، وكمان لما أصحابنا بحوالينا بنمدح فيهم حتى مرات مش محتاجين يعملوا حاجة، زي لما حد يحط صورة حلوة على الفيسبوك، صورة مش شرط تكون حلوة، تلاقي كل الناس ايه الجمال ده، ايه الحلاوة دي، ايه الروعة دي. دي حاجة عادية، احنا بنمدح او بنسبح روحيا، اسمها بنسبح. التسبيح حاجة بنعبر بيها مع اللي حوالينا عن الله، فمش صعب علينا. التسبيح بيركز على امرين، الحاجة الأولى ذات الله اللي مش ممكن حد يقارن نفسه بيها، يعني شخصيته، ذاته يعني شخصيته. التسبيح بيركز على شخصية الله اللي هي بتظهر في صفاته أسمائه. ونمرة اتنين التسبيح بيركز على كل أعماله المعجزية والعظيمة لينا. التسبيح بيركز على خالقته، عمله على الصليب، رعايته كل يوم، مجيئه التاني. لو انت مليت تسبيحك بالمواضيع اللي انا قلتها دي او بصفات واعمال الله، هتلاقي التسبيح بتاعك بقي كبير وناضج وحلو مقبول لدى الله. في ملحوظة صغيرة عايز اقولها، ان احنا بنميل اننا نرفع اصواتنا عالي ونسبح الرب من كل قلبنا لما يعمل لنا حاجة حلوة ويستجيب ويعمل لنا معجزة في حياتنا، لكن التسبيح مش هو شكرنا لعناية الله. في فرق ما بين تسبيح وشكر، بشكره على حاجات عملها، التسبيح على حاجات في شخصيته ذات نفسها. لما واحد بيجيب لي كوباية مية بشكره، بقول له شكرا، لكن مش بقول له ايه الحلاوه دي، ايه الشياكه دي، ايه الذكاء ده، انت عبقري ازاي كده. لا، الشكر على حاجه بيعملها، لكن اقول حاجات في صفاته ده مدح، مش شرط خالص انه يكون لحاجه عملها. لكن الشكر بيتقدم لربنا على احساناته، على اعماله، على رعايته، على حمايته. ده الفرق ما بين التسبيح والشكر. التسبيح بيتقدم لربنا على عظمته وصفاته. عايز اتكلم حاجة عن التسبيح بيبين مستوانا الروحي. اللي بيميز التسبيح هو الخروج من الذات. التسبيح نضوج، طلبات تمركز حوالين الذات، هات 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 يا رب باركنا، يا رب ساعدنا، يا رب هات اعمل، بارك، زود، اعمل. لا، التسبيح انا بشكره من غير ما اطلب. هل يا ترى مرات كتير بتروح لربنا بتقول له انا عايز اشكرك بس يا رب، انا مش جاي اطلب، لا انا جاي اسبحك بس. طبيعته مش بتتمركز حوالين الذات. التسبيح كمان تلاقيه بيتميز ويتوصف بالاحتفال والابتهاج. ده تعريفات عن التسبيح. تعالوا نصلي كده بسرعة ونقول له يا رب من فضلك خلي التسبيح يكون أسلوب حياتي.
شيء قد علمت قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر ولا يعصر عليك أمر ولا يعصر عليك أمر ولا يعصر عليك أمر قد علمت قد علمت أنك تستطيع كل شيء تستطيع كل شيء. علمت أنك تستطيع كل شيء تستطيع قد كل علمت شيء أنك تستطيع كل شيء كل شيء قد علمت قد علمت أنك تستطيع كل شيء طب دلوقتي احنا هنيجي لنقطة تانية في تعريفات التسبيح، وهي ما هو الفرق ما بين التسبيح والترنيم؟ ايه الفرق ما بين التسبيح والترنيم؟ الكلام اللي بقوله ده من كتاب قوة التسبيح وكمان جوهرة التسبيح، الكتابين فيهم النقطة دي الصغيرة. انا عايز اقول حاجة في الاول، في اللغات الاصلية اللي هي العبرية واليونانية اللي هو اتكتب بيهم الكتاب المقدس، كلمة تسبيح في الأصل اللغوي واحد، وإحنا هتلاقوا في جوهرة التسبيح سبع كلمات تسبيح في العهد القديم، وأشهر برضو كلمات سبع كلمات تسبيح في العهد الجديد. في كل لغة هتلاقوها بتدعو وتشير لتسبيح الرب بس، مش بالتغني بأي شيء أو شخص آخر. لكن في بلادنا العربية الناس اعتبرت أنه كل ترنيم هو تسبيح. لا، مش كل ترنيم تسبيح، وده اللي هنشوفه في الدقايق اللي جاية. فتلاقي الشخص بيتوب ويبكي وهو بيرنم ويسميه تسبيح، ويلاقيه بيرنم ويدعو الناس للتوبة في فترة التسبيح، وتلاقيه بيرنم وبيشكي ظروفه وضيقه في العالم وبيعلن انه بيسبح، ويرنم انه فرحان بالنجاح ويسميه تسبيح. عشان كده احنا بناخد الدقايق اللي جاية دي ونقولها واضحة، مش كل ترنيم تسبيح ومش كل تسبيح ترنيم، لأنه التسبيح كأسلوب حياة بنعمل حاجة بتاعت عشر حاجات منها الترنيم، والترنيم بنتكلم في كذا موضوع وعلى كذا شخص منهم تسبيح. وعلشان ندرس موضوع التسبيح ده بعمق، خلونا نلقي الضوء على شوية فروق بين التسبيح والترنيم. أول حاجة، التسبيح فعل ومش رد فعل، لأنه مش بيعتمد على الظروف. التسبيح
مش مستني حاجة تفرحني، مش مستني حاجة تخليني أسبح، لا لا لا، أنا قررت أسبح، أنا قررت، مش كرد فعل تجاه حاجات. تعالوا نشوف آيتين، تعالوا نشوف آيتين. الآية الأولى موجودة في مزمور 3 عدد 3 و4. نلاقي المرنم في مزمور 3 قاعد يقول ما أكثر مضايقية، كثيرون قائمون علي. وبعدين نلاقي إصراره على التسبيح في وسط الظروف الصعبة دي في عدد 3 و4، فنقرأ: أما أنت يا رب فترسن لي مجدي ورافع رأسي. كمان تعالوا نشوف في مزمور 35 بيقول: مقاتلية مطاردية يطلبون نفسي، المتفكرون بإساءتي أخفوا لي هو، ويتكلم على أنهم بيحفروا له شبكة وحفروا لنفسه. وبعدين يصمم المرنم على التسبيح في عددين 9 و10، مرة واحدة نلاقي المزمور نور: أما نفسي فتفرح بالرب وتبتهج بخلاصه. ده هو اللي كان لسه بيشكي، أيوة بس أنا قررت. من مثلك المنقذ المسكين ممن هو أقوى منه؟ لو أنت شاعر أنك واحد بيستقوى عليك لدرجة أنه معتبرك مسكين، الرب هينقذك منه. لو في واحد بيقوم عليك ويقوم الدنيا عليك، الرب هينتقم ليك. أيوة هو بيتصرف معاه، هو بيخلص الموضوع معاه. ما تقلقش، انت عليك تسبح وهو هيجي يشيلك من وسط ده كله، هو هيكون الترس ليك. كل ده بيقول حاجة، انه التسبيح لا يعتمد على الظروف، لكن الترنيم بيعتمد على الظروف. رد فعل نشوف مزمور 137 عدد 4 بيقول: كيف نرنم ترنيمة الرب في أرض غريبة؟ أنا في وسط الظرف الصعب مش هعرف أرنم. لا، خلونا نختار إننا نسبح، فعل مش رد فعل بناء على الظروف. تعالوا ناخد مقارنة تانية ما بين التسبيح والترنيم، لو جاز لنا التعبير كده. التسبيح محوره شخص الله وحده، الله بس هو المحور بتاع التسبيح بتاعنا. الترنيم محوره أشخاص كتير مختلفة. مثال: الخاطي، نشوف نلاقي ترنيمة: يا خاطي اعرف طريقك وارجع لربك وتوب. ممكن النفس تكون هي المحور بتاعت الترنيمة: لماذا أنت منحنية يا نفسي، ولماذا تأنين فيا، ترجي الله، وإلى آخره. ممكن تكون المؤمن، ترنيمة المؤمن الأمين يفرح فرح ثمين، المؤمن. ممكن يكون الله، وقتها طبعا بيكون تسبيح. احنا قلنا انه الترنيم يشمل كل المواضيع. الله مثلا زي إلهنا عظيم. ممكن تكون الكنيسة هي محور الترنيمة: يا كنيسة قومي وانهضي. تعالوا نشوف مقارنة ثالثة. التسبيح بيعتمد على الإرادة، أنا أسبح الرب في حياتي، زي ما مزمور 146 عدد 2 بيقول: أسبح الرب في حياتي. الترنيم بيعتمد على المشاعر. يعقوب 5:13 يقول: أمسرور أحد فليرتل. مبسوط في مشاعر رتل. مقارنة رابعة ما بين التسبيح والترنيم. التسبيح أسلوب حياة، الترنيم ترنيمة وخلاص، فترة وخلاص وروح، لكن التسبيح أنا عايش في محضره طول الوقت. نمرة 5، التسبيح موضوعه تعظيم الله وحمده، تعظيم الله وحمده، ده موضوع واحد بس.
في مزمور 150 عدد 2 يقول سبحوه حسب كثرة عظمته، تفضل تسبحه زي ما انت شايف عظمته. مزمور 113 عدد 1 و3 و5 تلاقي هللويا سبحوا يا عبيد الرب، سبحوا اسم الرب، من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي من مشرق الشمس إلى مغربها اسم الرب مسبح. تلاقي في مزمور 107 احمدوا الرب ادعوا باسمه وحاجات زي كده، آيات بقى ورا بعض كتير. الترنيم موضوعاته كتير، مش بس تعظيم الرب، طلبات، توبة، شكر، دعوة للتوبة، تسبيح، الصليب، المجيء الثاني، محبة، كل المواضيع اللي بنرنمها دي ترانيم. لكن التسبيح موضوع واحد بس، أنا بسبح وأعظم وأبارك الله وحده. أمين يا رب، يخلي التسبيح أسلوب حياتي دايماً. التسبيح أسلوب.